بحثت الحكومة آخر تطورات مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب، ورمي إلى تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة. جاء ذلك على هامش مشاركة مصر بفعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والتي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة بمشاركة وزراء التجارة والصناعة بالدول الأربع إلى جانب دولة المغرب الشقيقة المنضمة حديثا للشراكة.